نشرة إخبارية جديدة نقدمها لكم من قناة المكلا، والبداية مع العناوين. اللواء الزبيدي يبحث مع السفير الفرنسي أوجه التعاون المشترك. محافظ حضرموت يرعى التوقيع على عقود مشاريع تعزيز الأمن المائي للمكلا، ويطلع على جهود التدخل لفتح بعض المواقع المتعثرة بسبب السيول بمديرية غيلبة وزير، ويوجه بمعالجة احتياجات أهالي منطقة بويش. قائد المنطقة العسكرية الثانية يوجه خطابا هاما في الذكرى السابعة لشهداء الإفطار في 21 من رمضان في العام 2016. هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تدشن مشروع المير الرمضاني لمرضى الأورام والفشل الكلوي بشبوة.